معنا هاتفيا من باريس الباحث في مركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية في باريس دكتور كمال العيفي. مرحبا بك دكتور كمال. بداية مع إعلان السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ السارية منذ عام 2015، إلى أي مدى أو ما تأثير ذلك في الحياة السياسية والمدنية في تونس صاحبة الثورة الملهمة للربيع العربي؟ شكرا جزيلا على الاستضافه، مرحبا بكم بجميع المشاهدين. اهلا وسهلا. تمديد حاله الطوارئ ليست للمره الاولى، يعني تونس تعيش قانونيا في حاله طوارئ منذ بعد الثوره مباشره، وفي كل مره تتجدد. نعم. خاصه بعد عمليات ارهابيه او بعد ازمات سياسيه واقتصاديه. وقد تعود الشعب التونسي على هذه الحاله حتى انها اصبحت لا ترى، يعني في احتياطات أمنية صحيح على الحدود، في احتياطات أمنية إضافية داخل المدن، ولكن ليس لها تأثير قوي حقيقة على الحياة العامة للمجتمع التونسي. ولكنها تمدد، وهذا التمديد الآن يأتي قبيل سباق لتوتر سياسي تشهده البلاد بسبب تجاذبات تسبق إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية المقررة العام المقبل. هل تعتقد أن حزبا بعينه يمكن أن يستفيد من هذا التمديد؟ أنا أرى شخصيا التمديد في حالة الطوارئ تستفيد منه تونس كلها، لأنه خاصة حالة الاحتقان السياسي التي حصلت في الفترة الأخيرة وخاصة في الأسبوعين الأخيرين، وإمكانية تهديد بعض الشخصيات أو بعض رجال الإعلام من قبل جهات إرهابية بعينها، قد تستفيد منه هذه الجماعات، وقد تستفيد منه خاصة الثورة المضادة والتي هي في الحقيقة مبثوثة داخل مجموعة من الأحزاب سواء كانت الحالية أو الحرس القديم، قد تستفيد منها من أجل يعني التشويش على الحالة السياسية الحالية والتشويش على الحالة السياسية التي ستكون في السنة القادمة مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية. البعض يتوقع اضمحلال نداء تونس أو ربما غيابه عن التمثيل البرلماني لصالح أي الأحزاب، سيكون هذا الغياب إن حدث برأيك؟ غياب ماذا لو سمحت؟ غياب نداء تونس أو اضمحلاله؟ ليس بالضرورة غياب نداء تونس، نداء تونس إن غاب في شكله الحالي سيتشكل في شكل آخر. نداء تونس أصلا تركيبته في البداية لم تكن تركيبة من أجل أن يبنى حزب، وإنما كانت تركيبته من أجل أن يمارس ضغطا ضد وينافس حزب النهضة بالأساس، حتى أنه عندما وصل إلى الرئاسة تحالف مع حزب النهضة. الآن نداء تونس يتشكل في شكل جديد مع الشاهد و مجموعة رئيس وزراء التي طلعت من الحزب، حتى وإن غاب باسم نداء تونس قد يحضر باسم آخر. الجوهر متواصل ولكن الشكل هو الذي سيختلف. بالنسبة للحالة التونسية معروف جيدا أنه الحزبين الكبيرين الموجودين على الساحة هو حزب نداء تونس وحركة النهضة. اليوم تتحرك رمال حزب نداء تونس باتجاه التكتل الذي قام به رئيس وزراء داخل مجلس النواب، وقد يؤسس على اثره حزبا، او قد يجدد هياكل حزب نداء تونس من اجل الاستمراريه او القطيعه، الله اعلم بعد ذلك ماذا ستكون. ولكن المعروف والمعلوم انه الرقم الصعب الذي سيبقى في تونس هي حركه النهضه، والذي سيكون حزبا ثانيا هو سيتحالف ضروره مع حركه النهضه حتى تستمر التحالفات بهذا الشكل داخل تونس المستقبل. ولكن كيف ترى تسويغ الرئيس سبسي انهاءه التوافق مع حركة النهضة بسبب إصرار الحركة على دعم حكومة يوسف الشاهد الذي فصله السبسي من الحزب؟ هي كانت عملية استباقية من الباجي حقيقة، ولكن كانت في الوقت الضائع، لأنه الباجي قبل أن يقوم بهذا الحوار، قبل أن يعلن عن القطيعة ما بينه وبين حزب حركة النهضة، كان قد فقد كل أغلب العناصر التي تسانده داخل الحكومة، وكذلك أغلب العناصر التي تسانده داخل
مجلس النواب وشعر أنه يعني قد قطعت أجنحته وشعر أنه أصبح وحيدا على الساحة، حتى أن حواره الذي أجراه على التلفزيون التونسي كان واضحا شعوره بالوحدة وشعوره بالخذلان من قبل أصدقائه. نعم. حتى فأراد أن يرمي الكرة داخل حزب حركة النهضة ويقول أنها هي التي سعت إلى هذه القطيعة، في حين أن القطيعة كانت داخل حزبه بالأساس. هذا أنا أرى أنه لن يؤثر كثيرا، سيؤثر حقيقة، لأنه الشيخين راشد الغنوشي والباجي سيد السبسي كانا عمادي التحالف وعمادي التوافق وعمادي الاستقرار في البلاد. فسيؤثر قليلا غياب الباجي سيد السبسي إن غاب، ولكن لعله يعوض بشخصيات أخرى من داخل النداء أو من خارجها. هناك رجال أقوياء كثر من مجموعة السبسي وكذلك من البورتيبيين القدامى الذين قد يشكلون بديلا من السبسي في تحالفهم مع حركة النهضة. شكرا جزيلا لك من باريس دكتور كمال عيفي، الباحث في مركز دراسات الدبلوماسية والاستراتيجية.